بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في السرايا والبعوث في سنة 9. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في السرايا، السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، والبعوث التي بعثها يدعون إلى الإسلام. السرايا للقتال، لقتال الناس إذا لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يدعونهم إلى الإسلام أولاً، فإن استجابوا فبها والحمد لله، وإن لم يستجيبوا قاتلوهم وأغاروا عليهم وأخذوا أموالهم وما قدروا عليه منها وأولادهم ونساءهم وأسروا رجالهم، لأن الكافر لا حرمة له ولا مكانة له في البقاء ما دام كافرا، ما دام كافرا فلا يستحق البقاء في الدار ولا يستحق البقاء في هذه الدنيا، لأن الله جل وعلا أوجد الدنيا مزرعة للآخرة، أوجد الدنيا ليعمل فيها المسلم بطاعة الله ثم ينال الثواب بعد هذا. وأما الكافر فهو عاص لله جل وعلا، محارب له في أرضه، لا يصح بقاؤه في هذه الدنيا، فلذا كان عليه الصلاة والسلام يبعث البعوث، يبعث الدعاة إلى الله جل وعلا، يبعث المجاهدين في سبيل الله، يبعث السرايا ليلزم الناس بطاعة الله، فمن أطاع بقي ومن لم يطع لا بقاء له في هذه الدنيا، وذلك بالسنة 9، وتسمى سنة البعوث والسرايا، لأن الله جل وعلا فتح لرسوله مكة فصارت دار إسلام، وما حولها من البلدان كلها صارت بلد إسلام، فبقيت الدعوة إلى الله جل وعلا خارج مكة وما حولها، فمن التزم بطاعة الله فهو أخونا له ما لنا وعليه ما علينا، وقد اتضح الحق ووضح، ومن أبى فقد عاند فهو عضو فاسد في المجتمع لا يصلح بقاؤه، فيبتر ويقطع ويهلك. في السرايا والبعوث في سنة 9، بدأ بها من أول السنة، لأنه عليه الصلاة والسلام فتح الله له مكة في رمضان في السنة 8 من الهجرة، وغزا الطائف في شوال وحنين، وغنم منهم ما غنم كثيرة، وقتلوا من قتلوا من المسلمين، وقتل من قتل منهم، ثم إن الله جل وعلا استجاب دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم لما تحصنوا بالحصون في الطائف، ولم يستطع صلى الله عليه وسلم الدخول عليهم مع أنهم أسروا وقتلوا بعض المسلمين،
فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله عليهم لأنهم عاندونا وأتعبونا. فقال: اللهم اهد ثقيف وأت بهم. دعا لهم صلى الله عليه وسلم بالهداية، لأنه لا يحب أن يهلك أحد إلا على الإسلام يدخل الجنة، فما يحب أن يدخل النار أحد عليه الصلاة والسلام. فدعا لهم وأتى الله جل وعلا بهم، استجاب لرسوله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا مذعنين منقادين. وهكذا بقية القبائل التي ستأتينا اليوم جاءت مذعنة منقادة كبني تميم وغيرهم. نعم. ذكر سرية عيينة بن حسن الفرازي إلى بني تميم الفزاري إلى بني تميم، وذلك في المحرم من هذه السنة، بعثه إليهم في سرية ليغزوهم في 50 فارسا ليس فيهم مهاجر ولا أنصاري. فكان يسير الليل ويكمل النهار، فهجم عليهم في صحراء وقد سرحوا مواشيهم، فلما رأوا الجمع ولوا، فأخذ منهم. لا يحب أن يروهم ولا يدرون عنهم ليستعدوا لقتالهم. فكان الصحابة رضي الله عنهم خرجوا من المدينة 50 فارسا مقاتلا ليس معهم أحد من المهاجرين ولا من الأنصار، وإنما ممن أسلم من غيرهم رضي الله عن الجميع. فتوجهوا إلى بني تميم، ومن المعلوم أن بني تميم في قلب نجد والمدينة بعيدة عنهم، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يسيروا إليهم ليبلغوهم رسالة الله. فكانوا يكمنون في النهار، يعني يستظلون بظل الأشجار والجبال وغيرها، ولا يسيرون في النهار ليروا. فإذا أظلم الليل ساروا رضي الله عنهم وأرضاهم حتى وصلوا إلى مياه بني تميم، فأسروا من أسروا وأخذوا من أخذوا، ولم يقتل منهم أحد فيما أعلم، ما قتل منهم أحد، وإنما أسروا الرجال وأسروا النساء وأخذوا الأطفال، وجاءوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعتبر هؤلاء غنيمة للمسلمين، إن جاء ذووهم فيمكن أن يمن عليهم صلى الله عليه وسلم، وإن لم يجيئوا صاروا إماء وجواري وخدم للمسلمين، ويمكن أن يباعوا ليتقوى بهم على الجيش الإسلامي. نعم. فهجم عليهم في صحراء وقد سرحوا مواشيهم، فلما رأوا الجمع ولوا، فأخذ منهم 11 رجلا و21 امرأة و30 صبيا، فساقهم إلى المدينة، فأنزلوا في دار رملة بنت الحارث. فقدم أخذ منهم 11 رجلا، لعلهم هؤلاء هم الذين يسرحون بهذه الإبل والغنم، يسرحون بها هؤلاء الرجال، و20 امرأة و30 طفلا أسروهم وأخذوهم معهم، وذهبوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. 11 رجلا و21 امرأة و30 صبيا، وساقوهم إلى المدينة، فأنزلوا في دار رملة بنت الحارث الأنصارية رضي الله عنها. نعم. فأنزلوا في دار رملة بنت الحارث، فقدم
فقدم فيهم عدة رؤساء فقدم فيهم عدة من رؤسائهم وطارد بن حاجب والزبرق. الصحابة رضي الله عنهم ما أخذوا الأموال ولا أخذوا الإبل ولا أخذوا الغنم، ما جاءوا ليطلبوا أموالا رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما أسروا النساء والرجال والأطفال لعل بني تميم يأتون، لأن التميمي يعنف أن تؤسر امرأته أو بنته، يعنف أن يؤسر يكون صبيا يكون مملوكا، يعنف أن يكون ابنه يباع ويشترى عبد، لأنهم إذا أسروهم صاروا عبيد لهم. لو أخذوا الأموال لتركوهم لربما، قالوا بكيف الأموال ما تمنع، لو أخذوا منهم مئات الإبل أو آلاف الغنم ما تهمهم. تميمي عنده نخوة وشكيمة عزيمة وقشم وجهل، وإنما يهمه الولد والبنت إذا أخذ وبيع، يرى ولده يباع ويسكت. فأخذوا هؤلاء الأموال الأسرى وسدوهم إلى المدينة، وأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم وشكرهم على ذلك، وجعلهم في بيت هذه المرأة، ما تصرف بهم صلى الله عليه وسلم لعل قومهم يأتون إليهم، لأنه يعرف أنهم لن يتركوهم. الأولاد والنساء والرجال ما يتركون، بخلاف الأموال، فالأموال لو أسروا الإبل قالوا كيف الإبل يجينا بإبل بالدالة. فقدم فيهم عدة من رؤسائهم عطارد بن حاجب. الرؤساء ما جاء الناس العامة، لأنهم حريصين على استلام أولادهم وبناتهم ونسائهم. نعم. فقدم فيهم عدة من رؤسائهم عطارد بن حاجب والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم والأقرع بن حابس وقيس بن الحارث ونعيم بن سعد وعمرو بن الأهتم ورباح بن الحارث. فلما رأوا نساءهم وذراريهم بكوا إليهم فعجلوا فجاءوا إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فنادوا: يا محمد اخرج إلينا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا الأطفال والنساء والرجال معسورين فبكت الرجال واستعجلوا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلوا له من يطرق بابه ويقول: أخرج إلينا يا محمد، أخرج معهم إلينا، إن كان المسألة مفاخرة فنحن نفخر بأنفسنا، وإن كان المسألة تريد مال أعطيناك المال الذي تريد وسلمنا أولادنا. وهكذا فهم جاءوا قبل الظهر بقليل، وما صبروا حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الظهر، ولذا عاتبهم الله جل وعلا وقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، لكن ما صبروا، يوم جاءوا عيالهم مأسورين ونساءهم ما صبروا. أخرج علينا يا محمد لنفاخرك، كان المسألة مفاخرة وحنا نذكر مفاخرنا بين يديك، وإن كان المسألة أموال وحنا نعطيك من الأموال ما تريد، عطنا أولادنا هؤلاء ما أجرموا، إنما هم كفار، هم يؤسرون لكفرهم. قالوا: فنادوا: يا محمد اخرج إلينا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام بلال الصلاة وتعلقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمونه، فوقف معهم ثم مضى فصلى الظهر ثم جلس في صحن المسجد. أقام بلال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الظهر أقام، فهم ما صبروا حتى صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قالوا تعلقوا به وتمسكوا به ليسمع كلامهم.
فخاطبهم ثم دخل في صلاته صلى الله عليه وسلم، وقف معهم حتى مضى، ثم مضى فصلى الظهر، ثم جلس في صحن المسجد، فقاموا عطارد ابن حاجب فتكلم. لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إليهم وجلس معهم في صحن المسجد النبوي، ما ذهب بهم إلى بيته ولا دعاهم، وإنما بلغهم، يبلغهم المقصود، وهم يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخلصون إلى ما ينتهون عليه. نعم. فقدموا عطارد بن حاجب فتكلم وخطب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس فأجابهم، وأنزل الله فيهم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا. ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، هذا الصحابي الذي يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف العرب، يميزهم، يعرفهم، ويذكر مفاخر النبي صلى الله عليه وسلم وفضله، ومفاخر قريش، وأن الإسلام يريد منهم أن يستقيموا على طاعة الله، وهكذا يبين لهم، لا يريد منهم الإسلام أن يكونوا عتق، أن يكونوا عبيد الله، لا، الإسلام في غنى، وإنما يريد منه أن يطيعوا الله جل وعلا. فثابت بن قيس بن شماس هو يسمى خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءت الوفود قال: ادعوا لي ثابت بن قيس، فجاء وكان جهوري الصوت، كان جهوري الصوت رضي الله عنه، وكان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، فلما نزلت: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. جلس في بيته رضي الله عنه يبكي يبكي، فقده النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أين ثابت؟ قال أحد الصحابة: جئت من عنده في بيتي يبكي. ولما يبكي رضي الله عنه والرسول راض عنه؟ قال: أنا أخشى أن حبط عملي، أنا جهوري الصوت، لأنه قوي رضي الله عنه، جهوري الصوت، وأخشى، وأنا ممن يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأخشى أن عملي حبط وأن مآلي إلى النار والعياذ بالله رضي الله عنه. فقال: ادعوه وبشروه بالجنة. بشره الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أحد الأنصار، من الأنصار، يعني عندهم خوف من الله جل وعلا، وإذا نزلت الآيات أو الأوامر أو النواهي أخذوا بها وطبقوها على أنفسهم. قال: إن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، لا تخاطبون الرسول عليه الصلاة والسلام مثل ما تخاطب بعضكم بعض، لا، يكون له احترام الرسول عليه الصلاة والسلام. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم رضي الله عنهم. فلما نزلت هذه الآية تأملها وطبق على نفسه، قال: أنا ممن يرفع صوتي أمام النبي ويريد الخير رضي الله عنه، أنا حبط عملي. وجلس يبكي، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يريده دائما حوله عليه الصلاة والسلام. وكان يتفقد الصحابة، إذا تأخر أحد منهم سأل عنه: أين هو؟ مريض، يزار، يسافر، وين راح؟ وهكذا. فسأل عنه صلى الله عليه وسلم لأنه من خيار الصحابة رضي الله عنهم،
قالوا قال واحد من جيرانه: يا رسول الله، جئت من عنده يبكي في بيته، ولما يبكي؟ قال: كذا وكذا، يقول إن أخشى أن حبط عملي، أنا وجهولي الصوت بدون خياري. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ممن بشر بالجنة رضي الله عنه أرضاه. أين ثابت بن قيس بن شماس؟ فقام ثابت فأجابهم وأنزل الله فيهم، أجابهم في مفاخرهم، قال: لا تفخروا على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا رسول الهدى، هذا حبيب الله، هذا جاءكم من عند الله نعمة لكم عظيمة إذا آمنتم به وأسلمتم. وكان يعرف هدف النبي صلى الله عليه وسلم وقصده، وتعلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقوم ويجيبهم بدون أن يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لهم كذا وقل كذا. عنده قدرة والحمد لله على أنه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبين هدفه عليه الصلاة والسلام. وأنزل الله فيهم في بني تميم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ما صبروا، لو صبروا لكان خير، لكن الله جل وعلا غفر لهم بإسلامهم. نعم. تكلم وخطب فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس فأجابهم وأنزل الله فيهم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. فرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرى والسبي، فقام الزبرقان شاعر بني تميم فأنشد مفاخرا: نحن الكرام، نحن الكرام، فلا حي. رد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، طمأنهم أول ما جاءوا مذعنين، رد عليهم السبي والأسرى، الأسرى الرجال، والسبي النساء والأطفال، ردهم عليهم، قال: عيالكم لكم ونساءكم لكم، لكن نريد منكم الإسلام. فأسلموا رضي الله عنهم. نحن الكرام فلا حي يعادلنا. قام الزبرقان بن شاعر بني تميم، الزبرقان بن بدر شاعر من شعراء بني تميم، يمدح جماعته وأهل بيته وأهل بني تميم، يمدحهم. فأنشد مفاخرا: نحن الكرام فلا حي يعادلنا، منا الملوك وفينا تنصب البيع، وكم قصرنا من الأحياء كلهم عند النهاب، وفضل العز يتبع، ونحن يطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع، بما ترى الناس تأتينا سراتهم من كل أرض هويا ثم نصطنع، فننحر الكوم عبطا في أرومتنا للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا، فلا ترانا إلى حي نفاخرهم إلا استفادوا فكانوا الرأس يقتطعوا، فمن يفاخرنا في ذاك نعرفه فيرجع القوم والأخبار تستمع، إنا أبينا ولا يأبى لنا أحد، إنا كذلك عند الفخر نرتفع. إنا أبينا ولا يأبى لنا أحد، يعني إنا أبينا الذل وأبينا السيطرة علينا، ما أحد يسيطر علينا، ولا أحد ممن نذله أو نسيطر عليه يمتنع عنا، يعني إحنا نقدر نأسر الناس ولا يقدرون علينا الناس، يفخر بقومه ما يلام في هذا. فقام شاعر الإسلام حسان بن ثابت فأجابهم على البديهة رضي الله عنه، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لحسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: قم فأجب الرجل.
ما كتب شيء ولا تكون ولا شيء نبت. قاموا شعر الشعر هذا الرزين الجيد يمدح فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين بعثته عليه الصلاة والسلام. ما مدح الأنصار رضي الله عنه إلا في آخر القصيدة تعرض للأنصار رضي الله عنهم، ومن الأنصار حسان بن ثابت رضي الله عنه. أجابه على البديهة يعني بدون ترتيب وبدون شيء على طول. إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بيّنوا سنة للناس تتبعوا، يعني دعاة إلى الله جل وعلا. هؤلاء يبينون السنة ويبينون القرآن ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ما جاءوا ليسيطروا على الناس أو ليأخذوا أموالهم أو ليأسروا أنفسهم أو عبيدهم، لا. يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وكل الخير مصطنع. قوم يرضى بها كل من كانت سريرته، كل من كانت سريرته تقوى الإله، يرضى بها كل تقي، لأنهم ما يتجاوزون الحد ولا يتجاوز ولا يظلمون أحد. قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا. قوم إذا حاربوا أحد ضروا، يعني يا ويلكم انتم تحاربون الرسول عليه الصلاة والسلام ما تغلبون. قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع، إذا أرادوا نفعكم فإنهم يملكون هذا ويستطيعون، لأن أحد ما يستطيع يضر ولا يستطيع ينفع، لا ينفع ولا يضر، وحد يضر ولا ينفع، وحد ينفع ولا يضر. ولكن هؤلاء من قريش هم إن حاولوا النفع نفعوا وإن أرادوا الضر ضروا. في أشياعهم يعني أمثالهم وبني جنسهم نفعوا. سجية تلك فيهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع. سجية فيهم يعني هذه خصلتهم، هذه صفاتهم، صفاتهم قديمة ما هي محدثة، هذه صفاتهم. يكرمون من يستحق الإكرام ويهينون من يستحق الإهانة ولا يغلبون. إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا. إن كان في خيار الناس، الناس فيهم خيار مثلا، وأنتم يا بني تميم تمدحون أنفسكم أنكم خيار، فأنتم تبع لقريش أدنى، يعني خيار الناس يكون تبعا لخيار قريش، وأدنى الناس من قريش هم أحسن من خيار الناس. إن كان الناس سباقون بعدهم، نعم، إن كان في الناس، إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا. لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا. لا يرفع الناس ما أوهت أكفهم، ما يستطيعون أحد، ما يستطيع أحد من الناس أن يجبر من كسروه أو من ضروه، ولا يقدر أحد أن يوهن أن يضر ما رفعوه، فهم خيار الناس وأقوياء، والناس لهم تبع في القوة. إن سابقوا الناس يوما فاز سبقهم أو وزانوا أهل مجد بالندى متعوا. أعفة ذكرت في الوحي عفتهم لا يطبعون ولا يرديهم الطمع. لا يبخل أعفة يعني خيار الناس، ما يريدون المال ولا يريدون من الناس شيء، وإنما يريدون من الناس ما ينفع الناس، يريدون النفع للناس يدخل الجنة. عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. فهؤلاء قريش يقودون الجنة الناس ليدخل الجنة، ما يقودونهم ليأخذوا أموالهم أو نحو ذلك. عفة ذكرت في الوحي عفتهم، هم خيار الناس مذكور في القرآن أنهم سباقون إلى المكارم. نعم.
عفة ذكرت في الوحي عفتهم لا يطبعون ولا يرديهم الطمع لا يبخلون على جار بفضلهم ولا يمسهم من مطمع طبع لا يبخلون على جارهم بفضلهم يعني يعطون ويواسون المحتاجين وينفعونهم إذا نصبنا لحيا لم ندب لهم لم ندب لهم إذا نصبنا لحيا لم ندب لهم كما يدب إلى الوحيشة الذرع ذرعوا ولد الوحش ولد الوحش يقول ما هي إذا نصبنا لحي ثم لم ندب لهم إذا نصبنا لحي إذا توجهنا إلى قتال حي من الأحياء توجهنا بعزيمة وقوة وشجاعة ما ندب ولا نختل ختل وإنما نأتي بعزم وجد ما نجيهم مثل ما يأتي ولد الوحش لأمه نسايرهم وكذا وكذا لا نجيهم بقوة وشجاعة نسمو إذا الحرب نالتنا مخالبها إذا الزعانف من أظفارها خشعوا يعني نحرص على حرب من يستحق الحرب ما نتكي ولا نختفي عنهم ولا نتركهم بل نسمو إلى الحرب نحرص عليها لا يفخرون إذا نالوا عدوهم وإن أصيبوا فلا جور ولا هلع لا يفخرون إذا نالوا عدوهم يعني ما هم من صفتهم الفخر والخيلاء يقول غلبنا فلان وغلبنا تميم وغلبنا كذا وغلبنا كذا لا ما يفخرون بهذا وإن أصيبوا أخذوا أو ظلموا أو ضروا لا خور ولا جزع لا يجزعون كأنهم في الوغى والموت مقتنع أسد بحلية في أرساغها فدعوا خذ منه ساحة الحرب كأنهم في الوغى والموت مقتنع أسد كأنهم أسد في الحرب يعني إذا صاروا يحاربون فكأنهم أسد خذ منهم ما أتوا بعفو خذ منهم ما أتوا عفوا إذا غضبوا ولا يكن همك الأمر الذي منعوا الأمر الذي منعوا ما يمكن يعطونك إياه خذ العفو منهم إذا طلبتهم خذ ما يعطونك وكونك تطلب شيء ما يعطونك إياه ما يحصل لك خذ منهم ما أتوا عفوا إذا غضبوا ولا يكن همك الأمر الذي منعوا فإن في حربهم فاترك عداوتهم شر يخاض عليه السم والسلع يعني لا تحارب قريش لا تحاربهم فإنهم يأخذون حقهم وأكثر من حقهم في الحرب أكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذا تفاوتت الأهواء والشيع أكرم بقوم شيعتهم رسول الله يكون الرسول معهم أكرم بهم مثل ما قال أبو جهل قبحه الله وتباحرنا حنا وبني مناف عبد مناف قالوا فأطعموا فأطعمنا وسقوا وسقينا وآووا وآوينا حتى تجاثينا وإياهم على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتي الوحي من السماء ندرك هذا والله لا نؤمن به وضر نفسه والعياذ بالله وامتنع عن الإيمان حمية وجاهل وأخذته العزة بالإثم قال ما نؤمن برسول جاء من بني عبد مناف أكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذا تفاوتت الأهواء والشيع أهدي لهم مدحتي قلب يوازره
فيما أحب لسان حائك صنعوا، فإنهم فإنهم أفضل الأحياء كلهم، إن وجد إن جد بالناس جد القول أو شمعوا. يقول هم أفضل الأحياء، ما في أحد أفضل منهم قريش، وهذه كلها في مدحة قريش رضي الله عن المسلمين منهم. وآخرها تعرض للأنصار مدحهم، قال إننا أتانا الرسول صلى الله عليه وسلم فآمنا به وصدقنا. فلما فرغ حسان قال الأقرع بن حابس إن هذا الرجل لمؤتل له. صيحة مهيئة له الأمور، أن هذا الرجل يعني محمدا صلى الله عليه وسلم مهيئة له الأمور، شاعره أجود من شاعرنا، وخطيبه أجود من خطيبنا، وأصواتهم أعلى من أصواتنا، أذعن رضي الله عنه. لخطيبه أخطب من خطيبنا، ولشاعره أشعر من شاعرنا، ولأصواتهم أعلى من أصواتنا. ثم أسلموا فأجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جوائزهم. ثم أسلموا رضي الله عنهم، شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأجازهم الرسول عليه الصلاة والسلام، أعطاهم جوائز لهم يذكرونها ويثنون على النبي صلى الله عليه وسلم بها. فصل. رواية ابن إسحاق لوفد بني تميم، هذه رواية أخرى في قدومهم. نعم. قال ابن إسحاق: فلما قدم وفد بني تميم دخلوا المسجد ونادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اخرج إلينا يا محمد، فآذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج إلينا نفاخرك، اخرج إلينا نشوف أينا، وأنت أينا أفخر وأينا أكرم، يكرمون من جهلهم. نعم. فآذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من صياحهم، فخرج إليهم فقالوا: جئناك لنفاخرك، فأذن لشاعرنا وخطيبنا. قال: نعم، قد أذنت لخطيبكم فليقم. فقام عطارد بن حاجب فقال: الحمد لله الذي جعلنا ملوكا، الذي له الفضل علينا، والذي وهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف، وجعل أعز أهل المشرق وأكثره عددا وأيسره عدة، فمن مثلنا في الناس؟ ألسنا رؤوس الناس وأولي فضلهم؟ فمن فاخرنا فليعد مثل عددنا، فلو شئنا لأكثرنا من الكلام، ولكن نستحي من الإكثار لما أعطانا. أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا أو أمر أفضل من أمرنا. ثم جلس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس: قم فأجبه. فقام فقال: الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه، قضى فيهن أمره، ووسع كرسيه علمه، ولم يكن شيء قط إلا من فضله، ثم كان من فضله أن جعلنا ملوكا، واصطفى من خير خلقه رسولا، أكرمه نسبا، وأصدقه حديثا، وأفضله حسبا، فأنزل علينا كتابا وأتمنه على خلقه، وكان خيرة الله من العالمين. ثم دعا الناس إلى الإيمان بالله، فآمن به المهاجرون من قومه ذوي رحمه، أكرم الناس أحسابا وأحسنهم وجوها، وخير الناس فعلا. ثم كان أول الخلق إجابة واستجابة لله حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن أنصار الله ووزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقاتل الناس حين يؤمنوا حتى يؤمنوا. نقاتل الناس حتى يؤمنوا، يعني ما نقاتل هكذا، نقاتل نريد منهم هدف، نريد منهم الإيمان، فإذا آمنوا خلاص صاروا إخواننا. نقاتل الناس حتى يؤمنوا، فإن آمنوا بالله ورسوله منع ماله ودمه، ومن نكث جاهدناه في الله أبدا، وكان قتله علينا يسيرا. أقول هذا وأستغفر الله العظيم
للمؤمنين والمؤمنات، والسلام عليكم. رضي الله عنهم. الفرق بين خطبة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه والخطبة التميمي، التميمي يفخر بفاخر شيء ما هو بصدق، هذا ما هو بصدق. والأنصاري رضي الله عنه يذكر المحاسن المهاجرين والأنصار وأنهم يدعون الناس إلى الإسلام، فمن أسلم فهو أخونا، يمنع ماله ودمه ويكون أخونا، ومن لم يؤمن فلن يعز علينا ولن يشق علينا، نقاتل حتى نقضي عليه، رضي الله عنه. ثم ذكر قيام الزبرقان وإنشاده وجواب حسان له بالأبيات المتقدمة، فلما فرغ حسان من قوله قال الأقرع بن حابس إن هذا الرجل خطيبه أخطب من خطيبنا، وشاعره أشعر من شاعرنا، وأقوالهم أعلى من أقوالنا. ثم أجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جوائزهم عليه الصلاة والسلام، وأعطاهم أسرهم، الأسر الذي أسروا منهم، البنين والبنات كلهم، النساء والرجال كلهم، أعطاهم إياهم بدون شيء، وأعطاهم جوائز عليه الصلاة والسلام أكرمهم. يقول السائل هل يجوز أن أعتمر من التنعيم لأن بلدي يحتاج أشهر للسفر ولا يمكن العودة إلى البيت الحرام، أريد أن أعتمر فماذا علي؟ إذا أقمت بمكة فترة طويلة ورغبت بالعمرة فتخرج إلى الحل ما يلزم التنعيم، تنعيم ليس ميقاتا ولا مزية له سوى أنه أقرب الحل إلى المسجد الحرام، أقرب الحل الآن إلى المسجد الحرام هو التنعيم. فلذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن يخرج بعائشة إلى التنعيم، فمن قام بمكة ورغب في العمرة فيخرج إلى الحل، ومن خرج إلى من مكة إلى مكان ما ورغب في العودة إليها فيعود إليها بعمرة. يقول السائل هل ما يصيب المسلم من هم وغم وحزن يكفر به عن ذنوبه؟ نعم يا أخي، المسلم كل ما يصيبه من غم وهم وفقر وحاجة كله يكفر الله به من سيئاته، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. يقول السائل أبي مقعد أرغب في عمل عمرة عنه، هل يجوز؟ نعم يا أخي، إذا كان أبوك غير قادر على الوصول إلى مكة ورغبت بالعمرة عنه فتخبره قبل ذلك وتحرم عنه بعمرة. يقول السائل إذا أسلم الأسرى هل يجوز بيعهم كعبيد وجواري؟ الأسير يجوز بيعه ما دام أسير، يعني أخذ لكونه كافرا فيجوز بيعه، مثل هؤلاء أولاد بني تميم يجوز بيعهم، لكن هذا كرم من الرسول صلى الله عليه وسلم تنازل عنهم وأعطاهم لأهلهم. فالأسير يجوز للمسلم أن يأسره الكافر، يأسره، فإذا أسره فهو بالخيار، إن شاء الإمام عفى عنه كذا مجاني، وإن شاء باعه، وإن شاء سرقه وبقى رقيق. يقول السائل المرأة بعد الزواج أيهما تقدم في الطاعة والبر، زوجها أم والدها؟ الطاعة تقدم زوجها، تقدم زوجها، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فالزوج حقه عظيم على المرأة فتقدمه بالطاعة، لكن الإحسان والبر والصلة ونحو ذلك هذا ممكن أن تقدم أباها وتعطيه مثلا ما تملك، تجود عليه بالمال، تجود عليه بالخدمة وهكذا.
يقول السائل: هل من قال إن إسلام أحد من مسلمة الفتح إسلاما على الهامش يتهم في دينه ويقاطع؟ لا يا أخي، هم خيار الصحابة رضي الله عنهم. صحيح أنهم ليس إسلام من أسلم قبل الفتح كإسلام من أسلم بعد الفتح، لا يسوون. الذين أسلموا قبل الفتح أفضل، والذين أسلموا قبيل فتح مكة مثلا خير ممن أسلموا بعد الفتح. والذين أسلموا قبل الهجرة وهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم أولئك لا ينال فضلهم، فهم أفضل. فمثلا خالد بن الوليد وعمر بن العاص رضي الله عنهم أسلموا قبل الفتح، هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا رضي الله عنهم، وكلهم خيار. ومنهم من أسلم يوم الفتح ونفع الله به الإسلام والمسلمين، كسهيل بن عمرو وأبو سفيان وغيرهم أسلموا يوم الفتح، وعتاب بن سعيد وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أسلموا يوم الفتح، لكنهم ليسوا في الفضل كمن أسلم قبل الفتح. يقول السائل: هل ينطبق قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، على المسلمين الآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يا أخي، الآن ما فيها النبي، النبي توفي رحمه عليه الصلاة والسلام، النبي توفي. وإنما عند المخاطبة، إن الواحد لا صار يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يرفق ويقض صوته ويتأدب معه. يقول السائل: هل عدم الخوض فيما شجر بين الصحابة من باب سد الذرائع أم هو مقرر في الشريعة لا أخذ فيها ولا رد؟ ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم يجب الغض عنه وتركه وعدم الخوض فيه، ولا تصويب ولا تخطئه، كلهم مجتهدون رضي الله عنهم وأرضاهم، لكنهم متفاوتون في الفضل، فيجب علينا أن نغض ألسنتنا عن الخوض فيهم، كما قال بعض السلف: أولئك قوم طهر الله سيوفنا من دمائهم. فيجب علينا أن نطهر ألسنتنا من الخوض فيهم، وكلهم مجتهدون رضي الله عنهم، وهم خيار الأمة، وقد رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول السائل: ما معنى صحن المسجد؟ صحن المسجد الصحن معروف اللي حول الكعبة. يقول السائل: ما حكم أخذ السواك من حدود الحرم؟ أخذ السواك لا يؤخذ من شجر داخل الحرم، وإنما من خارج الحرم. السواك إذا كانت الشجرة داخل الحرم فلا يجوز أن نأخذ منها شيء ولا نعضدها، وإذا قطعت لغرض من الأغراض فيجوز لنا أن نستعمل السواك منها. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين.